طيب نكمل، احنا كل غرضنا ان احنا نوصل لقيم للبارامترز دي تخليني ان لو الاكس واحد والاكس اتنين زي بعض تديني قيمة سالبة، صح؟ قيمة نيجاتيف، علشان تلاقي لما اعمل لها، اما اخد الساين بتاعها او اعمل ثريشولد تبقى زيرو، ولما يكون الاكس واحد والاكس اتنين اكبر مختلفين قصدي يديني قيمة بوزيتيف عشان لما اخد الثريشولد تديني واحد، صح؟ فبالتالي كل غرضي ان انا اختار قيم تحقق لي الشرطين دول، ودي شروط سهلة بالنسبة ان انا عندي 1 2 3 4 5 6 بارامترز وانا اصلا عندي 4 بوينتس بس هم كل السبيس بتاعي، يعني الموضوع ما فيهوش اصلا مشكله خالص يعني. طيب اول سؤال نساله كده، هل في اي قيمه ان يكون الاي مختلف عن البي او الحاجه المضروبه في اكس 1 مختلف عن اكس 2؟ الاجابه هتكون لا. ليه؟ لان الموضوع سيمتريك، صح؟ ان في الاخر في سيمتري ما بين اكس 1 واكس 2، فما فيش معنى ان انا اخلي قيمهم مختلفه. فالحقيقه انا ممكن اخلي ده كده ايه زي ما هو، زي اكس 1، لان مفيش اي فضل الاكس 1 على الاكس 2، ماشي؟ طيب بنفس الطريقه، هل في قيمه للتربيعات دي؟ يعني هل الترمين دول لهم لازمه؟ انا بس بحاول ابسط الاكسبريشن على قد ما اقدر يعني. الاجابه غالبا لا برضو، لان القيم كلها اكس 1 واكس 2 لهم اربع قيم، والقيم كلها موجبه، صح؟ يعني التربيع بيفرق شويه يعني. طبعا الكلام بيقول ده كلام كده ايه يعني بلدي، يعني هو في الاخر عشوائي يعني، كلام قصدي مش 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 فورمال، انا بس بنحاول نفكر كده ازاي نبسط الاكسبريشن. فانا فكرت ان ايه، ان انا مش محتاج دول قوي، لان انا عارف ان الاكس 1 والاكس 2 قيمهم كلها بوزيتيف، وان التربيع ده بيفرق ساعات او ممكن يديني فايده او يديني قيمه مختلفه. لو عندي قيم بوزيتيف وقيم نيجاتيف نوعا ما، ساعتها هلاقي ان التربيع بيأثر، بينما عندي هنا هي القيمه يا 0 يا 1. فلو الاكس ب 1 ب 0 هيبقى اكس 1 تربيع ب 0، لو الاكس 1 ب 1 هيبقى اكس 1 تربيع ب 1. يعني هو الموضوع مش معقد خالص، هو الاكس 1 تربيع مش تديني اي فايده على الاكس 1 نفسها، ان يدي نفس القيم، ده 0 ده هيبقى 0، ده 1 هيبقى ده 1. نفس الكلام بالنسبه للاكس 2 تربيع. فالحقيقه دول برده مش مدين لي قيمه قوي. يبقى اذا انا ممكن استنتج ان انا اللي انا هقدر العب فيه هما الاربعه بارامترز دول، وانا عندي اربعه بوينتس ممكن اظبط حالي بيهم يعني. طيب الراجل ده هل هو مفيد؟ اه هو مفيد. ليه؟ لان الراجل ده طبعا ده كونستانت او حاجه هنقولها، الراجل ده لما يكون الاثنين او يعني الراجل ده معتمد نوعا ما على العلاقه ما بين اكس 1 واكس 2، صح؟ يعني لما يكون واحد، لما يكون الاثنين بواحد هيديني واحد، في اي حاله ثانيه هيديني زيرو. فهو معتمد على عباره عن كورليشن او علاقه ما بين اكس 1 واكس 2، وده نوعا ما ممكن يكون مفيد افيد من الاكس تربيع، واحد تربيع واثنين تربيع اللي ما كانش لهم اي قيمه بالنسبه لي يعني. طيب تعال نجرب نحط بارامترز كده. تعال الاول بس نجرب نحط الاي والبي دول مثلا بوحيد، لان كده كده السكيل نوعا ما مش فارق معايا، انا ممكن كده نورمالايز كل حاجه، لان انا يهمني ان قيمه الفانكشن تبقى مثلا يا اما موجب يا اما سالب، ما يهمنيش قيمتها، انا كده بعمل ثريشولد يعني. طيب انا عايز احط قيم بقى للسي والدي، بحيث ان لو الاكس 1 والاكس 2 الاثنين موجبين او الاثنين او الاثنين قصدي زي بعض، الاثنين بواحد يديني قيمه نيجاتيف، صح؟ انا عايز لو الاثنين بواحد يديني قيمه نيجاتيف عشان الاخر يطلع لي زيرو. طيب لو الاثنين بواحد هلاقي هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد، صح؟ يعني لو الاثنين بواحد هلاقي ان اف 2 وفي اكس 1 واكس 2 ات 1 وواحد عباره عن 2 بلس دي، صح؟ يعني 2 بلس دي بلس سي، صح كده؟ طيب انا عايز الكلام ده يكون ايه؟ انا عايز الكلام ده يكون اصغر من الزيرو، صح؟ انا عايز الكلام ده يكون نيجاتيف. فيبقى انا عارف ان انا عايز ان دي بلس سي يكون مثلا اصغر من ايه؟ نيجاتيف 2 مثلا، صح؟ لازم يكون اصغر من نيجاتيف 2 عشان يقدر يحقق اللي انا عايزه. انا كده جبت معادله ما يعني مفيده. طيب في نفس الوقت انا عارف ان لو الاثنين صفار عايز برضه ابقى نيجاتيف، يبقى انا دلوقتي لو الاثنين صفار هيبقى اقول ان اف 2 مثلا في اكس 1 واكس 2 ات 0 0، عايز الكلام ده برضه يديني قيمه نيجاتيف، فانا عايز ده 0 بلس 0 بلس 0، عايز ايكوال سي، عايز السي نفسها اصغر من 0، يبقى انا عايز السي اصغر من 0 وعايز الدي بلس سي اصغر من نيجاتيف 2، خلاص يبقى كده اتاكدت ان سي اصغر من 0 وان مجموع الدي بلس سي لازم يكون اصغر من نيجاتيف 2. طيب فدي كده معلومة تانية مفيدة، ماشي. وفي نفس الوقت عايز لو ده بواحد وده بزيرو أو ده بواحد وده بزيرو يديني قيمة موجبة. يبقى أنا دلوقتي عايز إيه؟ لو ده بواحد وده بزيرو هيقول اف 2 برضو اوف اكس 1 واكس 2 ات أي واحدة فيهم بقى، ات مثلا 1 وزيرو، هيساوي إيه؟ هيديني هنا 1 بلس زيرو بلس سي، هيديني 1 بلس سي، صح؟ هيديني هنا 1 بلس سي. فأنا عايز القيمة دي تكون
اكبر من زيرو، يبقى انا عايز السي اصغر من الزيرو، وفي نفس الوقت هيقول لي هنا ان السي اكبر من نيجاتيف واحد، صح كده؟ يبقى انا عايز السي تكون اصغر من زيرو واكبر من نيجاتيف واحد. خلينا نختار السي ايكوال مثلا نيجاتيف نص، خلاص ده كده في الحيز المناسب بالنسبه لنا، او نيجاتيف تلت مثلا، مش فارقه معايا اي حاجه، اي حاجه ما بين الصفر وسالب واحد. وفي نفس الوقت طالما عملت كده قلت السي يساوي نيجاتيف تلت، الدي هتساوي كام؟ انا عايز ان مجموع السي والدي يكون اصغر من نيجاتيف 2، فانا ممكن اختار يكون اصغر من نيجاتيف 2، فانا محتاج الدي يكون مثلا نقول نيجاتيف 2 نفسها، خلاص ان كده بحس نيجاتيف انا عايزه اصغر من نيجاتيف 2، مش كده؟ اصغر من نيجاتيف 2 تمام. يبقى اقول الدي بيساوي نيجاتيف 2 بحيث ان مجموعهم نيجاتيف 2 وثلث، يبقى انا كده زي الفل خلاص. يبقى انا اقدر اقول دلوقتي ايه؟ اقول ان الاف 2 اوف اكس 1 واكس 2 عباره عن اكس 1 بلس اكس 2 ماشي ماينس 2 اكس 1 اكس 2 اللي هي الدي ماينس ثلث مثلا، او ماينس نص، او ماينس اي حاجه، انا ممكن اتصرف بالشكل اللي انا عايزه يعني. فدي كده هي النون لينير فانكشن اللي انا عايزه. تعالى نتاكد كده تاني، حط الاكس 1 والاكس 2 بصفار هيديك هنا ايه؟ نيجاتيف ثلث، فالثريشولد بتاعها هيديني 0، خلاص يبقى كده مظبوط. طب حطهم بوحايد هديك 1 و1 ناقص 2 0 ناقص ثلث، هيديك برده اللي انا عايزه. حط ده بواحد وده بزيرو هتلاقي ده بواحد ناقص ثلث هيديك ثلثين، والعكس صحيح تمام. انت طبعا 1 و0 ده هيديني 0، فهتلاقي ان انا 1 ناقص ثلث ثلثين رقم موجب هيديني اللي انا عايزه بالظبط. يبقى اذا ده كده اقتراح من ضمن الاقتراحات الممكنه، وطبعا هم infinite possible solutions يعني اللي بيحقق لي ال XOR function. طيب جميل كده، انا عرفت ازاي اسيبريت البوزيتيف والنيجاتيف كلاسز هنا تمام. طيب ده بالشكل ده. طيب لو حبيت ارسمه في ال 2 دي بالشكل الطبيعي بتاعنا، هلاقي ان بالتقريب طبعا مش لازم يكون بالظبط، بس الاقي بالتقريب عندي مثلا ادي البوزيتيف، ادي بوزيتيف اكزامبل، بوزيتيف اكزامبل، نيجاتيف اكزامبل، نيجاتيف اكزامبل. هلاقي ان زي ما هنا كنت بقول ان الخط ده هو نقطه تقاطع ال 3 دي بلين ده مع المحور مع البلين اكس 1 اكس 2، هقدر اقول ان الديسيجن باوندري هيكون تقاطع القمع ده مثلا مع البلين ده. فبشكل ما هلاقي حاجه عامله كده يعني، هلاقي بالتقريب برضو حاجه عامله كده، كان التقاطع هيديني مثلا حاجه عامله كده، بحيث ان هنا يكون بوزيتيف وهنا بوزيتيف، او ممكن يديني مثلا اي حاجه، حاجه عامله كده مثلا، بحيث ان يكون هنا مثلا هنا البوزيتيف وهنا النيجاتيف، او العكس مش فارقه. لكن انا ممكن اتصرف في الويتس دي، لو ضربتهم في بعض هعرف اتصرف برضو عادي. انا اقصد ان بشكل ما هيكون الديسيجن باوندري حاجه عامله كده مثلا، اي حاجه، اي فانكشن، المهم ان هي مش لاين، هو ديسيجن باوندري كونتينوس. خد بالك كونتينوس عكس اللي عملته، انا عملته قبل كده حاجه زي كده صح، كان اثنين بيرسبترون ما كانش كونتينوس، كان او كانش يعني كانش ديفرنشبل يعني، كان هنا في نقطه كده اللي هي ايه زي طرف مثلث يعني، بينما ده بتكلم في حاجه، ممكن تتكلم في حاجه كونتينوس عادي. الفانكشن دي ممكن ترسمها تطلع زي ما تطلع، مش عارف تطلع ايه يعني، تطلع زي ما تطلع. ممكن يكون ديسيجن باوندري بتاعها حاجه بالشكل ده يعني، تحس انها عند ناحيه منها، عند ناحيه منها بتديني كلاس معين، عند الناحيه الثانيه بتديني كلاس ثاني، عشان انا عندي عند ناحيه انا تحت الصفر وعند الناحيه الثانيه فوق الصفر. تطلع زي ما تطلع بقى مهما كان، هتطلع شكلها عامل ازاي انا ما جربتش ارسمها يعني. طبعا عشان نعرفها بالظبط هنساوي دي بصفر، عشان انا عند زد بيساوي 0 بلين يعني، هنساوي الراجل ده بصفر ونقول نرسم اكس 1 بس اكس 2 ناينس 2 اكس 1 اكس 2 ناينس 3 ايكوال 0، ونرسمها على ماتلاب على اي برنامج، هيدينا شكل الديسيجن باوندري في 2 دي. طيب ما علينا، الشيء ده لو انا عايز ريبريزنتو في هيئه بيرسبترونز هعمله ازاي؟ هقدر اقول مثلا ممكن اعمل حاجه زي كده، اقول مثلا ان انا عندي ادي اكس 1 وادي اكس 2 ماشي، هاخد اكس 1 واكس 2 دول مثلا، وعندي طبعا هنا البايس بتاعي، هاخد اكس 1 واكس 2 والبايس دول واجمعهم على بعض ماشي، بس ما جايش ثريشولد، هجمعهم بس الاول كده عن طريق مثلا بيرسبترون بس من غير ثريشولد. بيرسبترون ما فيهوش اكتيفيشن، ما فيهوش اكتيفيشن فانكشن، او ما فيهوش الكيو دي، ما فيهوش اليو دي، ده اسمه بيكون اسمه لينير بيرسبترون. لينير بيرسبترون هو بيرسبترون عادي بس اليو دي مش موجوده، كانه بيحسب دبليو ترانسبوز اكس بلس دبليو نوت، بس مش بيديني قيمه بين 1 و0، لا بيديني قيمه كونتينوس عادي في اي حاجه يعني. فانا ممكن اعمل حاجه زي كده هنا، لينير بيرسبترون من غير ثريشولد تمام، وبعد كده اخد القيمه دي. انا كده جبت اكس 1 بلس اكس، احط هنا طبعا 1 واحط هنا 1 واحط هنا نيجاتيف تلت، فانا كده عندي اكس 1 بلس اكس 2 ماينس تلت ماشي. بس عايز ايه
هخلي ده كده بشكل منطقي شوية، أو خليني أحط ده واحد واحد نيجاتيف تلت، ماشي حاجة زي كده. وبعد كده ممكن آخد الإكس واحد، طبعا ده كده بيسيجما، يعني ده كده بيسم، ماشي بيرسبترون بيسم عادي. ممكن آخد ده وده كده، ماشي، و أعملهم مثلا ملتبليكيشن، ماشي، وبعدين آخد نتيجة أضربها في اتنين وأدخلها على الراجل ده اللي هو بقى البرسبتون الحقيقي اللي فيه الثريشولد. ده كده يبقى عندي المجموع ده كله، ماشي، طبعا هنا في نيجاتيف 2 بقى بلس نيجاتيف 2 في الاكس 1 اكس 2، انا عايز اعمل نيجاتيف 2 اكس 1 اكس 2 بالشكل ده، وفي الاخر اجيب الثريشولد بتاع الكلام ده، صح؟ فده نوعا ما جرافيكال ريبريزنتيشن للمعادله اللي عندي، صح؟ ان انا عندي كده، لو حد عملها كده بايده هيلاقي ان ده منطقي، انا حسبت الحسبه دي بقت نيجاتيف 2 اكس 1 اكس 2 نيجاتيف 2 حاصل الضرب، ماشي. فالرسمه دي بتحقق لي الاكس اور فانكشن اللي انا عايزها. اولا نلاحظ ان طلع فيها نوعا ما هيدن لاير، ماشي، بس نلاحظ تاني ان انا هنا اضطريت استخدم حاجه انا ما اعرفهاش. انا دلوقتي شغلي كله في البرسبترونز، انا عايز امبلمنت الفانكشن دي باستخدام برسبترونز، فالبرسبترونز اللي احنا معرفينها ما فيهاش حاجه بتضرب اتنين انبوتس في بعض، صح؟ انا بضرب انبوت في ويت، ما عنديش بضرب اكس 1 في اكس 2 زي ما انا عملت هنا، ماشي. طبعا من حيث المبدا ككود، لو انا بكتب كود انا ممكن اعمل اللي انا عايزه في الاخر، لو انا عايز امبلمنت ده مش فارقه، عمليه الضرب مش صعبه يعني. بس لو احنا عايزين امبلمنت الكلام ده من خلال برسبترونز حقيقيه، انا عايز يكون عندي برسبترونز بس، حتى لو كذا لاير بس يكون برسبترونز بس من غير الاوبريشن اللي انا مش متعرف عليها. انا اعرف الجمع بس ما اعرفش الضرب دلوقتي بين اثنين انبوتس عامل ازاي. فالسؤال دلوقتي هيكون، هل انا اقدر اريبريزنت عمليه الضرب دي من خلال لينير برسبترون عادي خالص؟ الاجابه ليه؟ عشان انا عندي هنا حاله خاصه، انا لازلت عارف ان اكس 1 واكس 2 دول يا اما صفر يا اما واحد، صح؟ فانا اقدر ريبريزنت الضرب ده باي شكل، يعني ان انا عندي الحالات بسيطه يعني. فكل اللي انا عايزه الضرب عباره عن ايه؟ عباره عن اوبريشن، لو 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 اي واحد في الانبوتس بزيرو طلع لي زيرو، else طلع لي واحد، صح؟ انه في الاخر اكس 1 في اكس 2 هتبقى بزيرو، لو اكس 1 بزيرو او اكس 2 بزيرو او الاثنين بزيرو، تمام؟ الحاله الوحيده اللي هطلع لي فيها واحد هي ان الاثنين بواحد. فنوعا ما انا اقدر ابريزنت عمليه الضرب دي في الحاله البسيطه دي برسبترون اصلا، لان انا اقدر اقول اعمل حاجه زي كده مثلا، واقول يا عم لو الاثنين بواحد طلع لي واحد، else طلع لي زيرو هنا، فانا اقدر اعمل اي خط كده ده برسبترون يريبريزنت عمليه الضرب. يبقى اذا دلوقتي عشان اعمل عمليه الضرب دي ممكن اعمل، اختار انا كده من غير رسومات بقى ولا حاجه، انا عايز اكس 1 اكس 2 وادي الواحد اللي هو البايس بتاعي، واقول يا عم تعالى نختار الويتس، انا عايز لو الاثنين لو اي واحد بزيرو يطلع لي زيرو. يبقى اذا ممكن اخلي مثلا هنا واحد وهنا واحد، ماشي، وهنا مثلا نيجاتيف واحد ونص. فكده لو ده بواحد وده بواحد هيديني 2 ناقص واحد ونص، هيديني كام؟ هيديني نص اللي هو موجب، خلاص يبقى يديني واحد. لو اي واحد من دول بزيرو هيديني واحد ناقص واحد ونص اللي هي قيمه نيجاتيف، فهيديني نيجاتيف هيبقى هو صفر، خلاص. يبقى انا دلوقتي انا كده هعرف اريبريزنت عمليه الضرب من خلال البرسبترون ده، من خلال الشيء ده. فانا اقدر الحقيقه اشيل الراجل ده كده بدل عمليه الضرب دي واحط مكانه ايه؟ برسبترون طبيعي خالص. واقول لك يا عم ايه؟ ادي كده اهو برسبترون فيه ثريشولد عادي، ماشي، واحط هنا واحد وهنا واحد، واحط هنا بايس، واحط الراجل ده نيجاتيف واحد ونص، ده اللي هو الواحد. وبعدين اخد ده اوصله هنا واضربه في نيجاتيف 2، لان انا كده عايز برضو نيجاتيف 2 في حاصل الضرب. فانا عملت سيميليشن او ريبريزنتيشن لحاصل الضرب ده من خلال البرسبترون ده، بس بعد كده انا عايز اضرب في نيجاتيف 2 عادي خالص، وهنا هضرب. طيب ماشي، طيب جميل. ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن ابسط دي شويه، بدل ما انا هنا بستخدم سميشن من غير اكتيفيشن، لو انا مش ممكن استخدم ده عادي، ده موجود يعني اللي هو لينير برسبترون، بس ممكن ابسطه اكتر واقول ان انا هشيل الراجل في النص ده، ماشي، واوصل كله على البرسبترون الاخير ده مره واحده. انا ممكن الاخر ده ديزاين ممكن اعمل فيه اللي انا عايزه يعني، ممكن اعمل حاجه زي كده. طبعا انا محتاج ده في عشان عمليه الضرب، فانا كده عملت الضرب اهو، جميل. بعد كده اقوم واخد بقى، انا عايز نيجاتيف 2 اكس 1 اكس 2، عايز ادخل برضو اكس 1 لوحده هنا، مضروب في كام؟ مضروب في 1، انا عايز 1 اكس 1، وادخل اكس 2 هنا برضو مضروب في 1، صح؟ وادخل الكونستنت ده مضروب في نيجاتيف تلت او نيجاتيف نص او ايا كان اللي انا كنت اخترته، صح؟ فالحقيقه ان انا كده عملت اللي انا عايزه خلاص. ده كده هيديني، ده كده هيعمل ايه؟ هيعمل ثريشولد او يو اللي هو يونت ستيب اوف اكس 1 بلس اكس 2
ماينس تلت ماينس 2 في ده ماينس 2 في اللي طالع من ده، بس الحقيقة اللي طالع من ده هو هو الاكس 1 اكس 2 صح؟ هو حاصل الضرب يعني نيجاتيف 2 اكس 1 اكس 2، ان انا عملت ريبريزنتيشن للضرب ده من خلال لينير بيرسبترون. الحقيقة ان الشيء ده دلوقتي او 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 النيورال نتورك دي او النتورك دي من خلال اللينير من خلال البيرسبترونز العادية بتاعتي دي عرفت تنفذ لي الاكس اور فانكشن، وعرفت تعمل لي سيباريشن بين التو كلاسز بتاع الاكس اور فانكشن دول باستخدام بيرسبترونز. طيب ليه اللفه الطويله دي؟ لكن احنا كنا نقدر نحل نفس المشكله دي ونطلع نيورال نتورك برضو جميله كلها بيرسبترونز عن طريق الحاجات اللي هي اللي كنت ارسمها دي صح. انا ممكن اعمل الحاجات البيس وايز لينير مش دول طبعا كده يعني محتاج بس اكون كده مثلا عن طريق البيس وايز لينير زي التو اكزامبلز اللي حليناهم يعني، ونطلع برضه نيورال نتورك هتكون مختلفه عن دي. ودي ملحوظه مهمه ان مش لازم كل النيورال نتوركس او كل الديزاينز بتاعت النيورال نتوركس تكون نفس الشكل بالظبط، لا هو مش يونيك سوليوشن، ممكن اعمل عدد كبير جدا من السوليوشنز المختلفه. ده مديني حل غريب شويه بس هو حل، وفي نيورال نتوركس بس التوصيلات نفسها عجيبه شويه، مش كونسيستنت زي التوصيلات اللي كنا عملناها كانت في فايل تاني فمش موجود، فهي مش كونسيستنت زي التوصيلات التانيه او مش فولي كونكتد لاير. فولي كونكتد لاير مصطلح بيقول لي ان انا عندي كل حاجه واصله كل حاجه، لو عندي حاجه زي كده مثلا كده وكده فده مثلا واصل هنا وواصل هنا وده واصل هنا وده واصل هنا وبعدين ده واصل هنا وده واصل هنا، طبعا في بايسز في كل حته فدي كده اسمها فولي كونكتد لاير. مع البايسز لا مش هنا، بايسز هنا مثلا وهنا وهنا ماشي. الشكل ده شكل مشوه شويه مش فولي كونكتد لاير، بس هو برضه نيورال نتورك عادي او بيرسبترون او مالتي لاير بيرسبترون عادي ماشي. لو كنت عملت الشيء ده بالشكل ده ما كانش هيطلع نفس الشكل بالظبط، بس هيطلع شكل مقبول برضه. طيب انا ليه عملت التحويله دي كلها؟ انا عايز اوصل لايه؟ انا عايز اوصل ان انا هنا عملت ايه؟ انا ضفت الترم ده صح اللي هو ترم نون لينير، واستخدمته عندي اكنه فيتشر جديده، وبقى كان ده هو البرسبترون الاصلي، فكاني اخترعت فيتشر جديده اللي هي اكس 1 اكس 2 حاصل الضرب ده، واستخدمت نيورال نتورك بدل او برسبترون بدل ما هو بياخد اتنين فيتشرز بس لما اكس 1 واكس 2 فبياخد فيتشر اللي هي اكس 1 وفيتشر اللي هي اكس 2 وفيتشر ثالثه اللي هي اكس 1 اكس 2 مضروبين في بعض تمام. فالحقيقه ان الفيتشر الثالثه دي انا اقدر اديها اسم، اقدر اديها اسم اكس 3 مثلا، فاقدر اقول ان دلوقتي ان يا عم الاف اوف اكس او اف 2 اوف اكس كفيكتور هتكون دلوقتي اف اوف اكس 1 واكس 2 واكس 3، كان ضفت فيتشر جديده خالص. عباره عن ايه؟ عباره عن اكس 1 بلس اكس 2 بلس او نيجاتيف 2 اكس 3 نيجاتيف ثلث خلاص. فالحقيقه ده اللي انا وصلت له دلوقتي، انا بقى عملت فيتشر جديده. طيب لو جيت ارسم التروث تيبل تاني، اولا بس نلاحظ حاجه ان انا طالما ضفت فيتشر جديده فانا عشان اعمل الديسيجن باوندري اللي بيفصل ما بين الكلاسز دلوقتي هضطر نط دايمنشن زياده، هضطر اروح لهاير دايمنشن. فتعالوا نشوف ايه البوينتس اللي عندنا في الهاير دايمنشن ده. برضه انا هرسم الاكس وهعمل تروث تيبل تاني بتاع الاكس 1 اكس 2 اهو، عندي هنا اكس 1 اكس 2 واحط هنا اكس 3، بس نلاحظ حاجه مهمه ان الاكس 3 ده عباره عن ايه؟ ايكوال اكس 1 اكس 2، فهو مش اندبندنت فاريبل او مش اندبندنت فيتشر، هو فيتشر انا كونتها بنفسي من اكس 1 واكس 2. فالحقيقه انا مش هحط هنا 8 احتمالات، لان هحط هنا 0 1 0 1 0 0 1 1 تمام. الاكس 3 مش هحط كل الاحتمالات بتاعته لان ده مش اندبندنت. فالحقيقه ان لو الاثنين بزيرو هيديني هنا 0، ده هيديني 0، ده هيديني 0، ده هيديني 1. الحقيقه هم الاربع احتمالات دول بس في 3 دايمنشنز دلوقتي هم كل البوسيبل انتريز بتاعتنا. طيب دلوقتي الاكس اور فانكشن او الاف اللي انا عايزها الاف اوف اكس كفيكتور، لو 0 0 هيديني 0، هنا هيديني 1 1 0، يلاقي نفس الفانكشن بس الفرق بدل ما هي كانت فانكشن في 2 فاريبلز بقت فانكشن في 3 فاريبلز دلوقتي ماشي بالشكل ده. طب تعالى نرسم الكلام ده كده في 3 دي دلوقتي. طبعا ماشي تعالى نرسم كده، ادي كده اكس 1 ماشي. لما جربت ارسمها بنفسي لقيت الموضوع مش ظريف، فانا هرسمها شوفها كده وخلاص. فهلاقي ان انا عندي هنا اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس، لما يكون 0 0 0 لان النقطه دي هتديني 0 صح، 0 1 هي دي 0 1 0 دي كده كانها بوزيتيف اكزامبل، ودي بوزيتيف اكزامبل اللي هي الثانيه برده لما اللي هي اللي بعدها دي، واخر واحده 1 1 1 اللي هي هنا ب 0. الحقيقه نلاحظ ان انا دلوقتي بقيت راسم الفيتشرز بتاعتي في 3 دي، فلما اجي ارسم الديسيجن باوندري، الديسيجن باوندري مش النت
في فرق بين النت وبين الديسيجن باوندري. لما اجي ارسم الديسيجن باوندري في 3D هيبقى بلين، ده مناظر لللاين في 2D، بينما النت او الفانكشن اللي هي اف، لو عايز ارسم اف اوف اكس 1 واكس 2 واكس 3 مش عارف ارسمها خلاص، دي محتاجه حاجه 4D بقى، دي كاني بقول يعني حاجه 4D مش عارف ارسمها. فالحقيقه ان انا اقدر او هلاحظ من الرسمه دي ان انا قادر ارسم decision boundary linear او plane اللي هو شيء linear يفصل لي ما بين التو كلاسز دول. خد بالك الراجل ده تحته كده، لو جيت بصيت كده هلاقي ان الاكس 1 والاكس 2 تحت البلين ده لو عملت له اكستنشن في كل الاتجاهات، بينما قصدي هلاقي ان النقطتين دول اللي هم البوزيتيف دول تحته، بينما النقطتين النيجاتيف او النقطتين الزيرو فوقه. يبقى انا دلوقتي الاحظ ايه او ايه اللي انا عايز اوصل له؟ ان انا لما عملت introduction لنيو فاريبل كده كان عندي بروبلم في 2D ما هياش لينيرلي سيبرابل، اللي هي البروبلم الاصليه دي ما كانتش لينيرلي سيبرابل في 2D، قدرت اعمل لها سوليوشن او اعمل كلاسيفيكيشن باستخدام طريقتين مختلفين نسبيا، هم مش مختلفين قوي، هم نظرتين مختلفين لنفس الحاجه بس هم يعتبروا مختلفين. الطريقه الاولى ان انا ارسم اصلا نون لينير فاريبل، نون لينير ديسيجن باوندري، صح، اللي هو ارسم القمع ده بالشكل ده وعندي نفس الفيتشرز اكس 1 واكس 2 عادي خالص، بس بدل ما انا مصر على حاجه لينير هرسم حاجه نون لينير، ماشي. فدي كانت الطريقه. الطريقه الثانيه ان انا عرفت اعمل كومباينيشن من اتنين فيتشرز من الفيتشرز الاصليه بتاعتي عشان اكون فيتشر جديد، ولما كونت فيتشر جديده بقيت قادر ارسم في النيو سبيس اللي طلع لي اكس 1 واكس 2 واكس 3 بقيت قادر ارسم لينير ديسيجن باوندري. وطالما هو linear decision boundary حتى لو في space أعلى شوية أو في higher dimension بقدر أعمله perceptrons زي ما أنا عملت هنا عن طريق perceptron network دي، تمام؟ فبإذا نستنتج معلومة مهمة جدا 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 مهمة جدا في machine learning عامة، إن problems اللي مش linearly separable أو اللي non-linearly separable في lower dimensions هتبقى linearly separables في higher dimensions. الكلام ده مش بس شغال في البرسيبترونز ولا في النيورال نتوركس، لا هو مستخدم في حاجات كتير قوي في الطرق المختلفه للماشين ليرنينج، في طرق غير كده في الماشين ليرنينج، بس دايما في اعتماد على او في حاجات كتير بتعتمد على الفكره دي ان الحاجه ما هياش linearly separable في dimensions قليله، لو عليت الدايمنشن قوي هقدر ابقى linearly separable واستخدم البرسيبترونز او استخدم مثلا حاجه زي الاس بي ام او استخدم اي حاجة بتكلاسيفاي عندي في الهاير دايمينشنز دي. فده برضو بيديني معلومة لطيفة ان انا مش دايما هقدر اتعامل مع الرو فيتشرز بتاعتي او الفيتشرز الاصلية بتاعتي واطلع النتيجة اللي انا عايزها، احتمال ساعات احتاج العب فيها شوية اعدل فيها ازود فيتشرز حتى لو الفيتشر دي ما هياش اندبندنت، هي بس بتديني نون لينياريتي بشكل ما. النون لينياريتي بتديها لي دي كأنها بين قوسين كأنها بتطلع لي فيتشر جديدة هتقدر تحقق لي better classification او better separability في higher dimensions واحقق النتيجة اللي انا عايزها مع بعض التحايل. بشكل عام لو انا عندي بقى الفانكشن اللي طلعت بيها كانت حاجة كده مثلا f of x كفيكتور عبارة مثلا عن x1 plus x2 plus x1 x2 plus مثلا x1 تربيع x مثلا، لو طلع هي دي الفانكشن اللي بتعمل لي separation للdata points اللي عندي بشكل كويس، هلاقي ان انا اقدر اخد دول كده واسميهم x3 واخد دول كده واسميهم اكس 4 واطلع داتا بوينتس جديده، وساعتها بقى عندي فيتشرز في ال 4D، وبالتالي طبعا ديسيجن باوندري هقدر ارسمه هايبر بلين في ال 4D، ولو عايز ارسم الفانكشن نفسها اللي هي النت فانكشن هتكون في ال 5D، وطبعا مش هقدر ارسمها، بس من حيث المبدا خلاص اي حاجه نون لينير مهما كانت كومبلكس في ال 2D كده في الاكس 1 اكس 2 طبعا دي اكس 1 اكس 2 الشيء المريب قوي النون لينير في ال 2D ده هقدر عن طريق ان انا رينيمينج الفاريبلز يعني يبقى حاجه لينيرلي سيبرابل في higher dimensions. فالحقيقة هي الملحوظة اللي في الآخر دي هي الملحوظة اللي أنا عشانها أصلا بدأت أناقش الـ XOR problem عشان أوصل للمعلومة دي، إن دي معلومة مهمة محتاجة تكون موجودة في دماغنا يعني طول الوقت يعني. تمام، في الفيديو الجاي هنبدأ نتكلم في حاجة تانية.